بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه قراءة في جامع العلوم الحكم لابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله لم يقضه الله لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه. هذه رواية الإمام أحمد، ورواية الترمذي بهذا المعنى أيضا. والمراد أن ما يصيب العبد في دنياه مما يضره أو ينفعه فكله مقدر عليه، ولا يصيب العبد إلا ما كتب له من ذلك في الكتاب السابق، ولو اجتهد على ذلك الخلق كلهم جميعا. وقد دل القرآن على مثل هذا في قوله عز وجل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وقوله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، وقوله: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وخرج الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وخرج أبو داود وابن ماجة من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى ذلك أيضا. واعلم أن مدار جميع هذه الوصية على هذا الأصل، وما ذكر قبله وبعده فهو متفرع عليه وراجع إليه. فإن العبد إذا علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له من خير وشر ونفع وضر، وأن اجتهاد الخلق كلهم على خلاف المقدور غير مفيد البتة، علم حينئذ أن الله وحده هو الضار النافع المعطي المانع، فأوجب ذلك للعبد توحيد ربه عز وجل وإفراده بالطاعة وحفظ حدوده. فإن المعبود إنما يقصد بعبادته جلب المنافع ودفع المضار، ولهذا ذم الله من يعبد من لا ينفع ولا يضر ولا يغني عن عابده شيئا. فمن علم أنه لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع غير الله أوجب له ذلك إفراده بالخوف والرجاء والمحبة والسؤال والتضرع والدعاء وتقديم طاعته على طاعة الخلق جميعا، وأن يتقي سخطه ولو كان فيه سخط الخلق جميعا، وإفراده بالاستعانة به والسؤال له وإخلاص الدعاء له في حال الشدة وحال الرخاء، بخلاف ما كان المشركون عليه من إخلاص الدعاء له عند الشدائد ونسيانه في الرخاء. ودعاء من يرجون نفعه من دونه، قال الله عز وجل: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، يعني أن ما أصاب العبد من المصائب المؤلمة المكتوبة عليه إذا صبر عليها كان له في الصبر خير كثير. وفي رواية عمر مولى غفرة وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما زيادة أخرى قبل هذا الكلام، وهي: فإن استطعت أن تعمل لله بالرضا في اليقين فافعل، وإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. وفي رواية أخرى
من رواية علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه، لكن إسناده ضعيف. زيادة أخرى بعد هذا وهي: قلت يا رسول الله كيف أصنع باليقين؟ قال: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فإذا أنت أحكمت باب اليقين. ومعنى هذا أن حصول اليقين للقلب بالقضاء السابق والتقدير الماضي يعين العبد على أن ترضى نفسه بما أصابه. فمن استطاع أن يعمل في اليقين بالقضاء والقدر على الرضا بالمقدور فليفعل، فإن لم يستطع الرضا فإن في الصبر على المكروه خيرا كثيرا. فهاتان درجتان للمؤمن بالقضاء والقدر في المصائب: إحداهما أن يرضى بذلك، وهذه درجة عالية رفيعة جدا. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى. وخرج الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: أسألك الرضا بعد القضاء. ومما يدعو المؤمن إلى الرضا بالقضاء تحقيق إيمانه بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يوصيه وصية جامعة موجزة، فقال: لا تتهم الله في قضائه. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن الله إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط، فالراضي لا يتمنى غير ما هو عليه من شدة ورخاء. كذا روي عن عمر وابن مسعود وغيرهما رضي الله عنهما. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أصبت ما لي سرور إلا في مواضع القضاء والقدر، أصبحت وما لي سرور إلا في مواضع القضاء والقدر. فمن وصل إلى هذه الدرجة كان عيشه كله في نعيم وسرور. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال بعض السلف: الحياة الطيبة هي الرضا والقناعة. وقال عبد الواحد بن زيد: الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين. وأهل الرضا تارة يلاحظون حكمة المبتلي وخيرته لعبده في البلاء وأنه غير متهم في قضائه، وتارة يلاحظون ثواب الرضا بالقضاء فينسيهم ألم المقضي به، وتارة يلاحظون عظمة المبتلي وجلاله وكماله فيستغرقون في مشاهدة ذلك حتى لا يشعرون بالألم. وهذا يصل إليه خواص أهل المعرفة والمحبة، حتى ربما تلذذوا بما أصابهم لملاحظتهم صدوره عن حبيبهم، كما قال بعضهم: أوجدهم في عذابه عذوبة. وسئل بعض التابعين عن حاله في مرضه فقال: أحبه إلي. وسئل السري: هل يجد المحب ألم البلاء؟ قال: لا. وقال بعضهم: عذابه فيك عذاب، وبعده فيك قرب،
وبعده فيك قرب. وسئل السري سري السقط، وسئل السري بفتح السين المثقلة المهملة. أحسن الله إليك. وسئل السري هل يجد المحب ألم البلاء؟ قال لا. وقال بعضهم عذابه فيك عذب وبعده فيك قرب، وأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحب. والدرجة الثانية أن يصبر على البلاء، وهذه لمن لم يستطع الرضا بالقضاء، فالرضا فضل مندوب إليه مستحب، والصبر واجب على المؤمن حتم. وفي الصبر خير كثير، فإن الله أمر به ووعد عليه جزيل الأجر. قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال الحسن الرضا عزيز ولكن الصبر معول المؤمن. ولكن الصبر نعيد هذه. قال الحسن رحمه الله الرضا عزيز ولكن الصبر معول المؤمن. معول. أحسن الله إليك. ولكن الصبر معول المؤمن. والفرق بين الرضا والصبر أن الصبر كف النفس وحبسها عن التسخط مع وجود الألم وتمني زوال ذلك، وكف الجوارح عن العمل بمقتضى الجزع. والرضا انشراح الصدر وسعته بالقضاء وترك تمني زوال ذلك المؤلم، وإن وجد الإحساس بالألم لكن الرضا يخففه لما يباشر القلب من روح اليقين والمعرفة. وإذا قوي الرضا فقد يزيل الإحساس بالألم بالكلية كما سبق. قوله صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر، هذا موافق لقول الله عز وجل قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقوله فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. وقال عمر لأشياخي من بني عبس بما قاتلتم الناس؟ قالوا بالصبر، لم نلق قوما إلا صبرنا لهم كما صبروا لنا. وقال بعض السلف كلنا يكره الموت وألم الجراح ولكن نتفاضل بالصبر. وقال البطال الشجاعة صبر الساعة. وهذا في جهاد العدو الظاهر وهو جهاد الكفار، وكذلك جهاد العدو الباطن وهو جهاد النفس والهوى، فإن جهادهما من أعظم الجهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في الله. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لمن سأله عن الجهاد ابدأ بنفسك فجاهدها وابدأ بنفسك فاغزها. وقال بقية بن الوليد أخبرنا إبراهيم بن أدهم حدثنا الثقة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أول ما تنكرون من جهادكم جهاد أنفسكم. وقال إبراهيم بن أبي عبلة لقوم جاءوا من الغزو قد جئتم من الجهاد الأصغر فما فعلتم في الجهاد الأكبر؟ قالوا وما الجهاد الأكبر؟ قال جهاد القلب. وروي هذا مرفوعا من حديث جابر بإسناد ضعيف ولفظه قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قالوا وما الجهاد الأكبر؟ قال مجاهدة العبد لهواه. وروي من حديث سعد بن سنان عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عدوك الذي إذا قتلت أدخلك الجنة، وإذا قتلته كان لك نورا. أعد عدوك نفسك التي بين جنبيك. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في وصيته لعمر
رضي الله عنهما حين استخلفه: إن أول ما أحذرك نفسك التي بين جنبيك. فهذا الجهاد يحتاج أيضا إلى صبر، فمن صبر على مجاهدة نفسه وهواه وشيطانه غلب وحصل له النصر والظفر وملك نفسه، فصار عزيزا ملكا. ومن جزع ولم يصبر على مجاهدة ذلك غلب وقهر وأسر وصار عبدا ذليلا أسيرا في يد شيطانه وهواه، كما قيل: إذا المرء لم يغلب هواه أقامه بمنزلة فيها العزيز ذليل. قال ابن المبارك رحمه الله: من صبر فما أقل ما يصبر، ومن جزع فما أقل ما يتمتع. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن النصر مع الصبر، يشمل النصر في الجهادين: جهاد العدو الظاهر وجهاد العدو الباطن. فمن صبر فيهما نصر وظفر بعدوه، ومن لم يصبر فيهما وجزع قهر وصار أسيرا لعدوه أو قتيلا له. توقف عند هذا القدر يا شيخ. وقوله صلى الله عليه وسلم، نعم توقف عند هذا، استمر. أحسن الله إليك. لا استمر. أحسن الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإن الفرج مع الكرب، هذا يشهد له قوله عز وجل: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره وقرب غيره، خرجه الإمام أحمد، وخرجه ابنه عبد الله في حديث طويل، وفيه: علم الله يوم الغيث أنه لا يشرف عليكم أزلين قنطين، فيظل يضحك قد علم أن غيركم إلى قرب. والمعنى أنه سبحانه يعجب منه، يشرف عليكم. طبعا هذا الحديث، تأذنوني، بالنسبة لهذا الحديث: ضحك ربنا، وهذا فيه إثبات الضحك لله عز وجل، وهو الحديث في المسند، نعم، وأيضا عند عبد الله بن أحمد في السنة، وعند الطيالسي وابن ماجة، لكنه حديث أيضا ذكره حتى الأجري في الشريعة، لكنه حديث فيه ضعف. وأيضا قال: علم الله يوم الغيث أنه لا يشرف عليكم أزلين، الله أكبر، قنطين، فيظل يضحك قد علم أن غياركم إلى قرب. وهذا أيضا يلحق بسابقه، هو عند ابن أبي عاصم، وأيضا ذكره عبد الله في زوائده على مسند والده، وأيضا في السنة. طبعا معنى هذا الكلام إيش؟ أن الله يعجب من قنوط العباد عند احتباس المطر، أزلين قنطين، فيصيبهم اليأس. قال: وقد علم أن غياركم إلى قرب، يعني الفرج وقته ماذا؟ وقته قريب. نعم، أحسن الله إليك. والمعنى أنه سبحانه يعجب من قنوط عباده عند احتباس القطر عنهم وقنوطهم ويأسهم من الرحمة. وقد اقترب وقت فرجه ورحمته لعباده بإنزال الغيث عليهم وتغييره لحالهم وهم لا يشعرون. وقال تعالى: فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. أي الإبلاس يعني آيسين رحمة الله،
لا مو بيرسين، يعني تنايسين من رحمة الله، هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وقال: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وقال حاكيا عن يعقوب أنه قال لبنيه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. ثم قص قصة اجتماعهم عقيب ذلك. وكم قص هو سليمان هكذا على وزن نعم فعيل، وممكن أيضا يجوز أن تكون بالفتح، عقيبة ذلك، إذن صواب. نعم. نعم أحسن الله. وكم قص سبحانه من قصص تفريج كربات أنبيائه عند تناهي الكرب بإنجاء نوح ومن معه في الفلك. عند تناهي الكرب، يعني وصوله إلى منتهاه، يعني شدته. أحسن الله إليك. كإنجاء نوح عليه السلام ومن معه في الفلك، وإنجاء إبراهيم عليه السلام من النار، وفدائه لولده الذي أمر بذبحه، وإنجاء موسى عليه السلام وقومه لا، من اليم. أمر بذبحه. أحسن الله إليك. وفداؤه لولده الذي أمر بذبحه، وإنجاء موسى عليه السلام وقومه من اليم، وإغراق عدوهم، وقصة أيوب ويونس، وقصص محمد صلى الله عليه وسلم مع أعدائه، وإنجائه منهم كقصته في الغار ويوم بدر ويوم أحد ويوم الأحزاب ويوم حنين وغير ذلك. أكمل يا شيخنا ولا بقي شيء كثير. باقي؟ فإن مع العسر يسرا. طيب، إن شاء أحسن الله الله إليك. نتوقف في هذا ونكمل في المجالس القادمة إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم، جزاكم الله خير. نعم.